بابا 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 يا بابا كنت عايز اسم منك ايش يا بابا سوسان امنيه فيها امنيه عايز ايه يا حبيبتي كنت عايز اسم منك فضلي يا امنيه اطلبي انت عايزك تنزل معايا فول يا بابا انزل معاك ايه يا امنية يا حبيبتي انا ما صدقت اخدت اجازه من الشغل عشان اجي انام هنا اليومين اللي قاعدهم في الفندق وانا اجي انامهم على طول مش عايز انزل بول انا يعني انت يا بابا مش عايز تلعب مع بنت حبيبتك طب انا عمري قلت لك على حاجه لا اصلا طب بص يا امنية انام ساعتين وانزل يلا كده يا بابا طب ماشي يا بابا ماشي يا بابا هوريك بابا ماشي انا بس عارفه ان انا بحبك قوي قد الدنيا وانا كمان يا ماما انت حياتي يا فيروز ماشي نعم يا حبيبتي فيروز انت حضرتك فيروز هو انا ينفع العب معاها طبعا ينفع تلعبي معاها انت اسمك ايه بقى انا اسمي امنيه الله جميله يا امنيه بس اهم حاجه تخلي بالكم من بعض ماشي وخلي بالك منها عشان تفيد خلاص ماشي يا حبيبتي تعالي اسمك ايه فيروز وانتي انا اسمي امنيه فيروزة ما تتأخريش عليا ماشي يا ماما هاتي بوسة لمامي بقى يلا حبيبتي ربنا يخليكي ليا يلا يلا تاني يلا تاني ازاي ازيكم عاملين ايه الحمد لله اسمك ايه انا اسمي فيروز انا اسمي امنية وانت اسمك ايه وانا اسمي فيروز وانتي ودي اختي طب ينفع تلعبوا معانا ماشي طب يلا بينا يلا يا كريم هي فيروز اتأخرت ليه كده؟ هي انت مش هتأخر عليك يا ماما هما اشوفها فين بقى سلمى بتقرب مني حبه لا لسه شويه حبه في الغزل الغزل فين كاتي على حوده في ايه حوده ما تاكلش مزاجي بقى يا ست وقت دوت دول ايه سيبها تلعب احنا جايين نلعب ولا جايين ندوروا عليها انت مش موجوده هي فين ما اعرفش تلاقيها بتلعب مع صحابها انا عاوز اعرف جايبه البرود اللي في دمك دمي انا هموت واعرف دلوقتي انا خارجه وجايه اتفسح ليها قومي تعالي قومي كده قومي اروح فين يا عم قومي حاضر يا حبيبي روحي دوري عليها فين يا عم بتلعب في ايه بقى في ايدك تلعب قدامك يلا دوري على البيت يلا دور معايا بقى انت مستفزه والله العظيم طبعا روحت الملاهي ما وراهاش غيرها طول النهار قولي بقى انت اسمك ايه مرحلة اسمك جميل قوي يا مرحلة طيب انت مرحلة سوبر ماركت بقى طيب انا عايزك تشتري لو سمحت انت عندك كام سنة لا قولي هنا عندك كام سنة لا انت بتضحك عليا وانت يا بص انا عندي طب استنى اسمك ايه؟ عمي اسمك
ماشي عامل كام سنة؟ هو ايه الصوت اللي في الحمام ده؟ ايه الدوشه دي؟ لا يا امي انا هتلعب عامل دوشه مش فاهم انا. جيت لعمة عمية؟ ها؟ ايه؟ صح جيت لعمة عمية؟
نروح عند ماما عشان مش حد يزعق. يلا تعالى حبيبي، بص حبيبي عايز اقول لك حاجه، روح عند ماما عشان مش حد يزعق. بص روح عند ماما عشان مش حد يزعق. خد هنا انت اسمك ايه؟ صالح. وشك غير صالح؟ وشك ماشي يا صالح. روح صالح حبيبي. انت اسمك ايه؟ تعالى هنا تعالى. امنيه يا بابا جت وقالت لي تعالي هنعمله تحدي. تحدي؟ ايه يا بابا. تحدي فين ده؟ التحدي ده يا حبيبتي؟ التحدي هو 24 ساعه في البانيو. ايوه يا بابا انا كنت مبسوطه قوي. ما هننفع كده، احنا اتصلنا وجبنا الدنيا. احنا بقالنا ساعتين ثلاثة بندور عليهم. انت عارفة اللي كان مطمنا بس ان احنا داخل الفندق ومحدش بيتوه هنا. يا عم اصلا عايز اقول لك على حاجة، انا كنت بلعب معاهم على فكرة، لو حد فيهم كان كسب كنت عطيته حاجة حلوة قد كده. الله. طب قولنا حبيبتي استأذني مننا بالظبط هتبقى عيش على الفينة. انت هتيجي حبيبتي كده تستأذني بعد اذنك يا عمو، وانت غلطان مش هكلمها. ايه فكنتيش قلت لي ليه؟ يعني انا بنت اصبع ايه وشفت ايه؟ يعني يا استاذ خلاص حصل خير. يعني انت كده على الفينة بص عامل ازاي يا ست؟ والله كان يحصل لي حاجة. هم اطفال برضو بيحبوا التحديات وكده. انتوا بناتكم كبيرة شوية، على الأقل هتعرف تيجي تقول لكم. انا بنتي بصوا صغيرين وحطيتهم ازاي؟ انت غلطانة برضه ما تسيبهمش في ايدك حضرتك. ده انا يا دوبك عملت كده بس ما لقيتهمش. وفي حاجة اسمها عملت كده وما عملتش كده؟ استاذ بالراحة بس. انا دلوقتي هتشوف هعمل كده. انت زعلانة ليه حضرتك؟ زعلانة هي اللي غلطانة. مش انا ماليش دعوة، هي اللي غلطانة. يا ست دلوقتي انت هتشوفيه هتسمعني هعمل ايه في امها دلوقتي. هتسمعي الصوت هسمع الدنيا كلها. لا خلاص يا استاذ احنا كنا خلاص يا ابني خلاص عيب خلاص. خلي بالكم على عيالكم. ما حضرتك برضه بنتك كنت فين؟ عايزه امك فين؟ والله ما هسيبك. امك بتدور عليك. لا لا عينك علقه دلوقتي. ولا اسفه. ولا اسفه ولا مش اسفه. تعالي قدامي يلا. مع السلامه. مع السلامتين يا اختي. تعالي استاذني يا حبيبتي يلا قدامي. بس بجد انا زعلانه منك والله يا ابا على اللي انت عملتيه ده. وبعدين هو باباكي ومامتك وافقوكي على اللي انت عملتيه ده؟ هو بصراحة لا، بس بابا هزر معايا عادي. يعني ما قالكيش استأذنتي مامتهم وباباهم ولا لا؟ لا ما قالليش. طيب كده يا فيروز برضو ينفع فيروز تيجي تستأذنيني يا فيروز ان انت رايحة تلعبي بعيد عني كل الفترة دي يا فيروز؟ معلش يا ماما. تعالي فيزي العبي معايا. لا يا حبيبتي خلاص شكرا، معلش كفاية قوي كده قلق، كفاية قوي شكرا. تعالي يا فيروز يلا تعالي. يلا يا حبيبتي تعالي. انتوا بقى يا امنية. يا فيروز ينفع نروحوا حتة من غير ما نقولوا لماما؟ بعد كده تقولي لي يا حياة وانت يا مكة. شاطرين يا حبايبي. يلا بينا ننزل نخش شوية. يلا بينا. قولوا هي يلا. يلا بينا.